في الحي روتاني نفسه كل تعرف مجاله من اللي كان صغير حلق الرومة في بداله مع الحبيب دي ما تم حكيه كوندوشون نخليني احكي لك كيف جاله توزيون قرا على روحه حتى اترد من السجيمة قعد بطال كل يوم يعمل بروبليم حتى نهار عمل فيديو عملت برشا جيمة ومن غادي كتخل ردو من الاعلام دمر خدمة في الراديو يعز على الباركينج حتى نهار جهزوه باش يعمل كاستينج ممكن جولو ربحولو شعره بالبوماده البس كوستيم طلع عشان مروج دبابة ركبوا له الميكروفون ودخلوا الاستوديو وبعت القناة قالوا باش نعملك شو ميغالو الحبيب ولا ستار ولد عنده نوميسيون وكل ما يطلع له ديمات ياخو كوميسيون جيب لي ستار الكل فن وكرة بوليتيك ناس تقص مارشينوات باش تحضر في البيبليك كل سمتي سوار الركشة ولد في لوكال واللي يحب الشغل له سارية مع ميغالو مرسي مرسي انفينيمون في الدوبين نحب نقول لكم مرسي بوكو على التفاعل نتاعكم كل سواء على المسن فيسبوك قاعدين الكل على الفايبر يا ودي كل سواء على البوزيسيون نحب نقول لكم يا احلى جمهور جو فوزيم لو ماكسيموم عزيزي المشاهدين عزيزتي المشاهدات جو دوبين مشاهدات اهلا وسهلا بكم في الميسيون نمرو دو ميمي قالوا شو مقايف اسمعني مقايف ما غير ما تعمل لي زفتاك فازيت نتاعك اسمعني راهو برشا عبيد تشكوا منك قالوا لي شبيه مقايف ما يحكيش قلت لهم راهو من عند ربي هيك كيما قالت له فوق دونك مقايف خليك لوجيك معايا وما غير تبلبيز اوكي قبل ما نبدا نحب نحكي لكم على حنينه قديش فرحت مع السبت اللي فات كي شافت الحبيب عنده نوميسيون في التلفزيون سي بور سا نحب نعاود نسلم عليها ونقول لها دوب ما يصبوا شعريه لحنينه هذا كان سبوا باش نخلص عليك حمام وشباتي دوب الاومليت وجازوزه باش ما تقوليش الحبيب كبر ونساني كذلك نحب نحيي ولاد حومتي كل من سمير من الفوي عزيز صنبلون انيس دودان ولميا العاميه ونقول لهم راهو يكذب عليكم اللي يقول لكم الحبيب نجم يقضي لكم ولا يدبر لكم خدمه في التلفزيون خاطر انا بيدي شارد في شعره وكل لودي مات تاع النوميسيون ما يمشيش ممكن ياسر يتلفوني وتردوني وانا بيدي قريب نترد به مش مشكل مالغري سا نقعدوا متفائلين خاطر حسب ما يقول لي سيد المخرج في الحمصه تو الحلقه اللي فاتت ضربت برشا وعملت اوديميسيون وعملت نوميسيون وعملت اودينس 99% بالعمل حركه الماكينات تاع حسن الزرقوني الكل وحتى من 1% اللي ما تفرجوش فيها خاطر قص عليهم الضوء ليلتها ان شاء الله يكونوا خلصوا الضوء الجمعه هذه ويقعدوا يتابعوا فينا مي عزيزي المشاهدين الاهم من الارقام هذه الكل هو قديش الناس الكل شيخت على النوميسيون وقديش يحكوا عليها بالباهي حتى في الخارج اعطيني فيتيتي 驻叙利亚大使馆21号证实，五名伊朗工程师在叙利亚霍姆斯遭到绑架。叙利亚国家通讯社报道，八名不同国籍的工程师当天失踪。伊朗使馆要求绑匪。Donald Tusk. Giving him a kind of list of demands that Britain wanted to negotiate on in order for Mr. Cameron to be able to come back then and recommend that Britain stays in the EU in that referendum that's coming sometime. Le saluda Gabriela Peroso. Una situación tensa se vive a esta hora en Venezuela. Recordemos que desde bien temprano varias marchas a nivel nacional salieron a protestar pacíficamente a las calles. Todas ellas cumplieron su objetivo, llegaron a su destino final. 따라 백성의 역사와 전통을 아로새겨온 끝없는 긍지와 자부심 약동하는 젊음으로 비약하는 백두산 대국의 영원무궁한 번영과 창창한 미래에 대한 확신을 안고
조선노동당 제7차 대회를 진행하는 영광의 시각을 맞이했습니다. 92호 성상을 헤아리는 이 당의 역사에 위대한 승리의 폐지로 빛나게 될 당 제7차 대회에 출마하여 위대한 당의 이름도 따라 백승의 역사와 전통을 아르사겨온 끝없는 군주와 자부심 아르사겨온 فريمون جيست حلو لو ماكسيمو فرحونا بها لو ماكسيمو وهذا ان دل على شيء فهو يدل انه برنامج ميغالو شو يساهم بدوره في دعم السياحه والاستثمار والصيد البحري وكل الطاقات الحيه والمتجدده في كل ربوع هذا الوطن العزيز. ورغم كل هذه النجاحات في كل دول العالم جتنا نهار اثنين رسالة رسمية من عند سفير فرنسا يحتج فيها على الاعتداء الفاحش اللي صار على اللغة الفرنسية في الانترفيو بتاع لسيو لفوزي لوبنزارتي لكنسيان اعطينا فيتيتي même pas 48 heures avec l'incidence qui s'est passé. Anna Benesvalé, j'ai jamais de fleurs à n'importe qui. Tu vois que Malakat, maintenant il y a vie, mais après ça. L'audition est excellente. Il n'a pas tenu compte. Malakat, dictateur, je ne suis pas un dictateur. La démocratie est application de loi. Tout simplement, maintenant qui me fait, je fais. Vous êtes là, maintenant tu fais ton boulot ou la ticket. Anna, je ne sais pas, c'est grave ce qui se passe en pays. Barcelone, je ne sais pas. Maintenant, c'est ma caractérologie de l'être humain. C'est une horreur. C'est une terrible épreuve qui, une nouvelle fois, nous assaille. Nous savons d'où elle vient. أولادي بريس لحنين سويبولي لسيولو فوزي أودي مسكين فوزي راك والله مسكين شافوك عاقل ما عادش تحب تعمل مشاكل داروا عليك هودي شي يا فوزي قلت لك ما يقدروا كل قبيح ما تكلمش تربيتك ساعة مش ننفي علم تربى تربى المرة الجاية ما تقولش تربى أنت مش متربي اوعى تكلم معايا بهي الطريقه انا مش قاعد ببيتك انا قاعد في تونس قال لك في بيتي مرحبا بك ترى نفسك كلمني يا اخي مرحبا بك لا لا ما اجي لبيتك اقعد رايح خيرك باش شنو هي معك ولا ما تقول لا هي بيان سور يا اخي انت ما شنو يا حس عليك يا سيدي شنو صعب شمته فيه التقدم بتونس شمته فيه تربى شويه ساكر لازم تسمع واحد مش متربي اخص عليك اخص مرسي سيد المخرج حبيت الفينيش نقول حاجة أخرى سيفري برشا ناس كلموني بعد النمسيون اللي فات وقالوا لي هالحبيبة ولد سعاد شبيه النمسيون بتاعك من أقل على قبل فهيت حب نقول لهم برومر ما أول حاجة قلت لكم في الحصة اللي فات اللي النمسيون هذه مسروقة دوزيوم ما سيفري مسروقة مي مش مسروقة من عند أبلة فرقيتا مي مسروقة من عند عمي كالسيتا اللي وريته لكم مرة اللي فاتت في أول النمسيون صبحوني راني مصت شوية ما تحملوني نقتلكم جو دمو مرسي قديش كلوجيك أما جايفر الليلة في مجال وشو باش نعدوا نمسيون حافلة لمكسيمو اقعدوا معنا بعد البوب باش يجيب حدينا الشيخ عبد الفتاح مورو وباش يجي ركتومو كذلك ممثل الشهير وقدير وخطير الشهيد اللي عارفه والفنانة الاستعراضية العالمية والافريقية والأولمبية اللي عندها بيبي في ثنية زازا نمشو كلوسيتي ثم نعود وتو مرسي بكو أعزائي المشاهدين لعلكم تتساءلون وتقولون لماذا الحبيب ولد سعاد يرتدي جبة وعمامة قد يذهب الظن للبعض أنه اليوم يوم طهور الحبيب ميغالو بما أنه قصير القامة حب نقول لكم سينافري حبيب لبس جبة لأنه ضيف اليوم هو صاحب الرقم القياسي العالمي في لبس الجبة على طول العام ضيفنا اليوم هو الشيخ عبد الفتاح
مورو. هلا وسهلا. هلا بيك هلا بيك هلا بيك سيدي الشيخ. شو عملت سيدي الشيخ؟ تفضل 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 تفضل. مرحبا بيك. مرحبا بيك. مرحبا بيك. مرحبا بيك. مرحبا بيك. يا رب. سيدي الشيخ مرحبا بيك. كنسنا اليوم في التلفزيون في ميغالو شو. حبيت قبل ما نبدا سيدي الشيخ قول لي شنو قولك في الجبهه تاعي؟ مليحه طيبه ناقصه بدعيه. ناقصه بدعيه. بدعيه انا؟ مش هذه الحاله انا من فوق؟ لا انت عندك جبهه متعصيف، هذه عاملها متعصيف. يا اخي بالله سؤال سي عبد الفتاح، يا اخي ما تقرسش في الشتاء بالجبه في الصيف بالجبه؟ لا ساعات بعد علي البرد وانا مبطن من داخل. بالله اسمعني سيدي الشيخ، قديش عندك من جبه بالضبط؟ تعرف محسبتش. تعرف سيدي الشيخ لو كان الحكومة تعمل لك تاكس دينار على كل جبة جديدة تشريها، أقسم بالله لما الحكومة تلم فلوس أكثر من مؤتمر الاستثمار. تخذتني يا أخوي، إيش باش نعمل؟ أنا نستنى باش نقبض ولا باش ندفع؟ به سيدي الشيخ اسمعني، تو أنت كيف كيف هكاك تلبس جبة البنات يبداو أنا عزوزة ما يهمها قرص، تعدى الأمور كلها تعديت. يا سيدي الشيخ أنا حاس ما فهمت، أنت تحبك الأمور مش تاع الجبة، الأمور الأخرى. إي نحب الأمور الكل. اللي باهية الخايبة ما نحبهاش. أنا حاس ما فهمت سيدي الشيخ اللي أنت تحب مال الجنس اللطيف. نحب مال تحب نحب الجنس الخشن. صح معلم. سيدي الشيخ حبيت نقول لك اللي احنا اليوم على ما احنا فرحانين بيك، حبيت نقول لك للزملاء نتاعي أنا الجورناليست اللي يخدموا معايا حضروا لك لو ميكس مزيان كله موزيكا مبني على الكلام اللي قلته انت قبل في لو بلوتو نتاع لوتوفيزيون. سيد المخرج اعطيني في تي تي لو ميكس. يا حبيبي لا ايوا لا 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 سلم عليه برا يلا وي دو شانيل غوتال فونكن دوختر اوس الوزيوم ولعها بير بتريتن فاير ترونكن املي شدين من قدام وطبع من تاني، هو يهز وهي تجي طبع من قدام وطبع من تاني. وفاء قريب يوفى على سبوت الفيزي طبع من قدام وطبع من تاني على سبوت الفيزي من تاني دانك زير تاني لا اي دو شنال كتال فونكن دوختر اوس الوزيوم بير بتريتن فا Dein Heiligtum. أهلكنا في الحرية. دخلنا المحبوس. دخلنا الاقتصاد. دخلنا شد والدين. ببوني 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 ببوني. هو يهز وهي تجي طبع من قدام وطبع من تاني. هو يهز وهي تجي طبع من قدام وطبع من تاني. وفاء لا. سي عبد الفتاح شنو قولك في الخدمه اللي خدموها للجورناليست؟ هالفضيحه اللي عملتوها لي هذا كله سي عبد الفتاح الكلام انت قلته، جوست حطينا تحت الموزيك ماو كي تلموا مع بعض ولميت النقايص الكل. به سي عبد الفتاح بلي حبيت نحكي معاك في بعض التصريحات نتاعك لما سمعتهم انا نلقيك تحكي بالالمانيه، صحيح ولا؟ صحيح. هل لك علاقات بالمخابرات الالمانيه وبمديرها ستيفن كلينزمان شفاينشتايجر؟ في الليل مش في النهار. اش معناها بالضبط فسل؟ يعني المخابرات يلزم في الليل باش ما فيك حتى حد بالاشارات الضوئيه. به حبيت نعلمك اليوم سيدي الشيخ اللي انا الحبيب ميغال ولد سعاد اللي قدامك تشرفوا باش نترشح للانتخابات الجاي. الله يسهل لك. بحول الله. هذاك علاش؟ علاش هالمصيبه باش تعملها في روحك؟ مش مصيبه سيدي الشيخ، شوف مصايب اكثر مني، ترشحوا خليه يسكت سيدي الشيخ. إيه. حبيت سيدي الشيخ بما انك انت عريف وخبير في السياسة، لو كان تعطيني مثلا تسعة أسامي من مختلف الأحزاب السياسية والمستقلين نحط معايا في القائمة نتاعي. بالمناسبة عدو التناصف. أي تقبل محزية العبيدي معاك؟ باهي أوكي نحط معايا. قرب ليغوسيون مش على حاجة. وتقبل سي مصطفى بن حمد؟ اللي يجي من عندك سي عبد الفتاح مقبول. إيه.
وتقبل الأستاذ مبارك عوينية. مبارك عوينية سوبا معي ايه زين زين ايه. تحب نعطيك سي سمير ديلو؟ سمير ديلو سمير ديلو اختينا بختبع تقول من القائمة مستقلة يشاعة ذي ومثل مش منه اختينا منه ما تحبش تحبش ما هو نخاف نقول لك أسامي ما ترضاش عليهم. حسب ما فهمت أنا سي عبد الفتاح الكل من نهضة باش تعطيني الجماعة اللي معايا. لا ما عطيتكش كل من المباركة ما يش من نهضة. تحب نعطيك سامي عبو هاي مش من نهضة. سامي عبو بيه سامي عبو ذيك ايه. حتى تعجبني وبلوس تكلم كيما اختارت ليلى عندها مشكلة طبعا. مش مشكل اي بيه اي تحب إلا مايا الجريبي بيه مايا الجريبي اه طيب لا عارفش قداش مازال توا مازالوا ثلاثة توا مازالوا ثلاثة ثلاثة رجال ولا نساء؟ هي زوز رجال ومرأة هيت زوز رجال ومرأة مخي ما هوش حاضر باش نختار لك نختار لك سي كمال مرجان سي كمال مرجان سي كمال مرجان بيه سو بون سي كمال مرجان اي وشخص ما طرحش نفسه لكن أنا لو كان ليدي نقول له أدخل سي حمودة بن سلامة سي حمودة بن سلام بي سي عبد الفتاح علاش ما تجيش معايا انت في الحزب انتي انا نجي معاك شو المشكلة او اللبسة اللبس بالذمة على خاطرك انت انا اليوم كي شعفة وتوبة على زيارة منوبة يزيني ما فهمتكش معناها يزي في البركة اللي حصل حصل باش نعاود نكرر من جديد ما عادش تعمل سياسة معناها لا مانيش باش نترشح في انتخابات جديدة وكاو معناها سكوب هذا اللي انت مش باش ترشح لحد شيء لا انا توا نكمل هال ان شاء الله نقدر باش نكمل هالمهمة هذه وعلي شنو السبب؟ ما فيش كلام العمر متاعي ما يسمح ليش باش نجدد لأن احنا ماذا بينا الشباب يتحمل مسؤوليته ويدخل المواقع هذه واحنا موجودين غادي مش باش نسكروا على غيرنا باش نفتحوا الباب لغيرنا وخاصة الشباب نحبوا يتحمل مسؤوليته بكري بلاش سي عبد الفتاح انت مش راضي على المردود نتاعك تو هذاك علاش ماش تحب ترشح مرة ممكن لأنه انا راوني ما, ما, ما الشيء اللي حبيت نعمله ما نجمتش نعمله الوضع ما سمح ليش اولا قاصر وناقص عادي تقدم غيري خير فديت بالسياسه سي عبد الفتاح فديت لا ما فديتش السياسه هي جزء من النفس الوطني ويلزم في البلاد ناس يفكروا في الشان العام ويخدموا للشان العام كثير من المواطنين يسبوا السياسيين لكن ما يجموش يعيشوا بلا سياسه وما يجموش يعيشوا بلا السياسيين وكل بلاد تحتاج سياسيين يكونوا على مستوى أمال شعوبهم يكونوا راقين يكونوا فاهمين ومدركين ما يكونوش عبء على شعبهم أما لابد من سياسيين شيخ عبد الفتاح كما يعرف الناس كل أنت سياسي ولكنك زاد محامي كبير محامي عادي إيه محامي كبير تنقولك عادي أنا عندي شكون لا لطفا مازالت البركة سي عبد الفتاح هذيك علاش باش نعطوك استدعاء حالا باش تترافع على المتهم عبد الفتاح مورو في محكمة الحبيب لك نسيا عطيني السنجة أستاذ مورو مرحبا بك في محكمة الحبيب الابتدائية المختصة في الاستئناف والتعقيب أهلا اختصاص حكم في دقيقة هنا تدفع الرشوة نقدا أو الكريدي لا قضية رقم 59-41 محكمة أستاذ مورو ما هي أقوالك في خصوص التهم الموجه المناوب واللي تقول اللي هو ديما غايب في المجلس ونهاره طوله مسافر وما يعرفوش عليه وين يا ودي وين قاعد تمشي وين في بالك حتى من رئيس المجلس جمال عبد الناصر يتكلم فيك قال لهم الشيخ اللي عديه البرة أكثر من اللي عديه في المجلس خنايب ولا استوار سيد رئيس مع كامل احترامي وتقديري هذه تهمة باطلة راجعوا تلقوني حاضر في كل الجلسات غبت إلا على جلسة واحدة في مهمة مكلف من قبل المجلس أما السفرات متاعي فهي داخلة في نطاق مهامي كنائب أن نزور التونسيين بالخارج ثم نزور البرلمانات ونزور الهيئات الرسمية والوطنية ونسلم عليها ونعرفها باليقع في تونس عندي في شيتي وعندي تسريبات من المطار تقول لي أنت كل نهارين قاعد تسافر نعم سيدي كيبدأ المجلس متوقف نسافر كل نهارين صحيح وين تمشي؟ نمشي لأوروبا نمشي للمشرق نمشي لأمريكا مدعو من قبل البرلمانات أو من المجتمع المدني أو من الجامعات لإلقاء محاضرات آخر سفرة وين مشيت؟ آخر سفرة مشيت لفيينا وتقابلت مع نائبة رئيس البرلمان النمساوي وتقابلت مع وزارة الخارجية وسألت عن وضع التونسيين هناك والخيط خطبة الجمعة
في فيينا. شكون معاك شهود؟ عندي عينيا وذنيا، ما عندي حد شاهد عليا. نمر الملف القضية رقم 18-18-532 والذي يتعلق بتهمة سوء تسيير جلسات المجلس وعدم احترام النظام الداخلي، وهو الشيء الذي تسبب في تعطيل عمل المجلس والكثير من العركات مع النواب، ومنهم حتى عامر العريض وقت عركته على وقت صلاة الجمعة. معناه العرك وصل بيك لجماعة النهضة. سيد رئيس، هذه تهمة باطلة كذلك، لأن أنا حرصت على إتمام الجلسة وأشعرت النائب الموقر بأن مطالبته برفع الجلسة سابق لأوانه، لأن خطبة الجمعة لم تبدأ بعد واتفقنا مع الإمام على أن يبدأ ماضي ساعة وأربعة، هو طلب إيقاف الجلسة ماضي ساعة ودرجين. بلاش بيهم يقولوا لي أنت ما على بالك بالنظام الداخلي تاع المجلس؟ لا، في علمي به وقاعد نطبق فيه، لكن ساعات يوقع الخلاف في التأويل في الفهم، بعض النواب يفهموا على غير حقيقته أو أنا نفهموا على غير حقيقته، وهذا وارد. فيما يخص عركتك مع سامي عبد، هل من تفسير؟ لا والله نتعاركوا، لكن نحبها وتحبني، محسوب بنتي وقابل منها وقابلة مني، ودائما نبدا نتصالحوا. تحبها؟ نحبها كبنتي. ما لا كبنتك ما اكثرش. اي نعم. قضية رقم سيكونت 9 سيكونت 1 سيكونت زويل، التهمة إلى عبد الفتاح مورو بصفته محامي جامع المحامين في التصويت على قانون الميزانية وعاونهم باش يطيحوا الفصل اللي ما كانش عاجبهم وليخص التهرب الضريبي. ما هي ردودك على هذه التهم الخطيرة؟ يا سيد رئيس، هذه تهمة باطلة وملصقة بيا، وراني نحب نأكد وأني لا دخل لي في تصويت السادة النواب. النواب صوتوا حسب فهمهم وحسب حسب قناعتهم، وأنا أعطيت رأيي كنائب في البرلمان لا أكثر من ذلك. شكون يسير في الجلسة؟ مو أنت سعد فتيح. نسير، لكن ما دخلتش في تصويت المحامي تصويت النواب وما أثرتش عليهم أبداً. سيدي شديت لكل شيء، كل قضية نقول لك تقول لي باطل 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 باطل. ماني محامي، لازم نقول باطل. ما شنو باش منوب نغرقوا؟ شكون باش نحبس أنا من اليوم؟ لوج واحد آخر. سوير أخير ونكملوا الجلسة نتاعنا ثم نمر للتصريح بالحكم. هل النهضة هي مورو؟ وهل مورو هو النهضة؟ لا أبداً. وهل مورو هو مورو؟ أما إن مورو هو من برا النهضة ومن داخل نداه، ومن داخل من داخل شورو. لا أنا أنا بنفسي ما أنا فلان، في طبيعتي هذيك هي وفي حقيقتي هذيك هي، وما يعلمه الناس مني هو ما أكنه في داخل نفسي، في أخطاء وفيها إيجابيات ككل الناس سيدي، وماذا بيا ما تأخذنيش بالنية السيئة، تكون نيتك طيبة وأنا عندي احترام للقضاء احترام كبير، ولذلك ننتظر منكم حكم بعدم سماع الدعوة يثقل الصدري. شكرا أستاذ، نرفع جلسة للتفاوض ونعود بعد قليل للتصريح بالحكم. سيد المخرج، رفعت الجلسة. سعد فتيح، ميرسي 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 ميرسي. مادام رجعنا للمحكمة، جوست وقل لي شنو قولك فيا قبيلك كنت قاضي؟ وفي اللبسة والدكور. هو القاضي بلبسته، والقاضي بحكمته، وبعقله العالي وبفهمه، وأنا ريتك تتجافى باش تجابهني بالحجج. الكلام اللي قلته لك سكت عليه. أنا نعرف القضاة يعمل دورة ويدورك على اليمين وبعد يدورك على اليسار باش يوصل للحقيقة. وفكرتني في جهبث القضاة التونسيين اللي أنا من الناس اللي تربوا عليهم واللي نعزهم ونقدرهم. لكن أنا مش قاضي قاضي، أنا اشتر قاضي حتى من الأكترة، حتى في الطول اشتر بركن. لا لك من حد، تصلح تصلح وتقوم مقام القضاة تبارك الله فيك، خاصة في قضية كيفيانا، قضية واحد مشوم لسقت به برشة تهم. لطف عليك لطف عليك، مش مشوم لطف عليك سيدي الشيخ. قال له أنا قاضي ايش مقاضي؟ ملي دخلت وانت تكبس لي في التهم، تهمة ورا تهمة، تهمة ورا تهمة. لطف عليك، أنا قاضي، أنا وذني القاضي ما نخلطش. بالله يختارني سيدي الشيخ. باهي مش مشكل، تو باش نسمعك سيدي الشيخ كل مرة ثلاثة غنيات، وأنت تختار من بين الغنيات هذوما الغنية اللي تعبر أكثر من الآخرين على العلاقة وبين الموقف نتاعك من شخص أو جهة معينة. سي عبد الفتاح، من بين الغنيات هذوما ما هي الأغنية اللي تعبر على علاقتك بحزب حركة النهضة؟ خلينا نسمع. أخصمك أسيبك لا، وجوه الروح هتفضل حبيبي اللي أنا بهواه. يضيق بك الدهر يا مزيانة، يضيق بك الدهر يا مزيانة.
لولا بخصمك لا بخصمك اسيبك لا اسيبك لا حافظها سي فتيه انا تو تعلمتها اخصمك اسيبك لا وجوه الروح هتفضل حبيبي سي الفتيه نطلب منك تلبس يا الفتيه تفضل عاودي لي باللحن مانيش قادر لاني سمعتها اول سماع ومانيش معدل الاوتار نتاعي على ميزانها سي ليس خصمك اسيبك تفرح الشبان نتاعك انت مثالك انت عليه مازلت شباب اما الشياب نتاعي انا ما مازلت بالك يا سي الفتيه مازلت شباب بيش نجربوها بيش نجربوها لا جربها وحدك وخي بيه توك نكمل نوميسيون تنجربوها ايه سي عبد الفتاح علاش اخترت الاغنيه هذه كيفاش معناها ترى اللي هي تعبر عن علاقتك بحزب حركه النهضه ما هو لا نحبك لا نصبر عليك يعني فما علاقه قائمه بيني وبين النهضه لكن ساعات نطرشق من اجنبي وما نخبيش ولذلك هك الخصومه اللي راوها الناس خصومه عداء هي في الحقيقه خصومه محبه ايه تو تقول لي خصام معناها شكون يخاصم في الاخر انت تخاصم فيهم ولا هما يخاصموا فيك هما سكوتي منك موتي يخاصم تحت الجبة وأنا نخاصم بالظاهر وما حقنيش في الحقيقة حقني نراعيهم ونراعي ظروفهم ونراعي فهمهم وإدراكهم وفي كثير من المواقف موقفهم صحيح وفي كثير من المواقف موقفي صحيح ما فماش إنسان كامل غلطت معاه من قبل أنت سي الفتيه إيه غلطت ساعات طولت لساني وقلت للأستاذ راشد قلت له أخرج وقتي ساد وقت اللي جاء الصدام وقلت له اخرج والنهضه راهي باش تتخذ وانت باش تهلكها وهذاك كان حافز باش يتغير موقف النهضه خاصه في الفتره اللي استوجبت حوارا وطنيا كان الحوار الوطني مشى في طريقه لان النهضه غيرت رايها ليه سي عبد الفتاح ما نمشي بيك توا للسؤال الثاني شنو هي من بين الاغاني هذيا اللي تعبر اكثر على علاقتك بالباجي قايد السبسي الفتيح يعني منهم ما فماش واحدة تعبر عن هذه العلاقة لاني غالبه ولا هو غالبني ولا غربية وإنما هو الحبيب الأول حبيب الأول؟ أي هذا نعرفه من عام 70 الأستاذ الباجي قايد سبسي كزميل وكمحامي وجمعت بيننا مراحل طويلة من الزمن واليوم نقدر وجوده في هذا المنصب ونعتبره أنه أسهم في استقرار البلاد وفي توجيهها نحو الوجهة الحسنة ولذلك ما فماش غربية وإنما حبيبي الأول والله ما ننساه هذاك اللي عبر عليه معناها هذه الأغنية تو حبيبي الأول عمري ما ننساه هي الأغنية اللي تعبر أكثر عن علاقتك بالباجي قايد السبسي إي نعم بغنية ما تقوليش مش حافظها زيد نعم سيدي ما تقوليش مش حافظها زيد لا حافظها لكن قلت لك ما عديش قرجومة تأديها والمقصود مش الغناية المقصود النص النص هاني قلت لك حبيبي لول والله ما ننساه نديمو لحبيب لول وحبته في قلبي ما تتحول نديمو لحبيب لول نغنو هينو باللي عنا سيدي نديمو الحبيب الأول نغنو هينو باللي نجمو باللي نعاونو باللي فهمو أنت قول وأنا نعاونك باهي أوكي كيفاش قولي كلمات تتاحة والله ما ننساه حبيبي لول والله ما ننساه حبيبي لول بارك الله فيك شي سالفتيه انا نقول لك حبيبي الباجي عمري ما ننساه مش مشكل باه نمشيو للسؤال الثالث من بين الاغاني التاليه ما هي الاغنيه اللي تعبر اكثر على علاقتك بالرئيس السابق المنصف المرزوقي حبك يا مجنون يا
تعيش في آخر العيون بغرامك مفكور أنا ومشغول وفي نفسك والله انت تحب تورطني ولا شو؟ علاش عبد الفتاح؟ ما احسنت ليش الاختيار، ما جبت ليش حاجه تعبر عن علاقه برئيس سابق نحترمه ونقدره ونختلف معه. اكثر من هكا ما يعبروش حبك يا مجنون، اخسروا فارق وقول من لا راحه، جيت برازار جيت في البار مع انقى صعب. لا لا لا، هذا يا رجل شد مقاليد البلاد في تونس، لو ايجابياته لو سلبياته احترمه وقدره للموقع اللي كان فيه رئيس جمهوريه. هذا راهو راهو مش ولد يلعب في الشارع، لكن الرجل هذا نختلف معه في قضايا كثيرة. لكن سعد فتيحة وبلبزة بعد ودار عليكم انتم بعد الانتخابات، دار ولا ما دارش هذا كما وقفه هو يتحمل مسؤوليته. أنا حيال هذا الرجل ما نجمش نقول كلام سيء فيه، لكن بقول أنا لا أتفق معه. فيش تختلف معه أنت؟ يعني الطرح اللي يطرح فيه الآن ما هو الطرح اللي يطرح فيه احنا. احنا مناش، احنا ماشيين في وفاق وطني وراغبين باش نكبروا ساحة هذا الوفاق وتلتزم مجموعة أطراف جديدة تدخل في هذا الوفاق. على كل حال بالنسبة للرئيس المرزوقي قلت لك هو رئيسنا نحترمه بهذا العنوان، نختلف معه في السياسات. اليوم هو رئيس حزب مقدم طرح جديد ونظرة جديدة، ما وافقتش عليها أنا، ما عجبتنيش، لأنه باش يمشي يجي الجزء من أبناء النهضة يقول لهم يا شعب النهضة إجاوا معايا، ما مش هذا الأسلوب، مش هذه الطريقة، ويقلب أبناء النهضة على الحركة متاعهم. أنا هذا ما عجبنيش. يطرح ما يشاء، وإحنا في بلد ديمقراطي تطرح فيه الرؤى المختلفة، لكن لا أوافق على هذا الأسلوب. وكو به أستاذ مورو تو باش نمشي معاك الموضوع، نعرفك تحبه برشا، موضوع لوجيك. شوف معايا في التلفزة ذيك وبيان لكرون كما يسموها تصويرة هذا. شكون هذا؟ سعد فتيح. نعم سي. هذا مرتضى ولدك؟ هذا ولدي مرتضى، الولد الصغير اللي كنت ننتظر بكل شغف باش ياخذ الإجازة متاعه باش يدخل المحاماة، وتهنيت كيف دخل باش نكون أديت واجبي حيال أبنائي. أكثر واحد تحبه أنا حسب ما نعرف؟ نحبهم الكل، لكن هو باعتباره حايل، لازم حايل شوية، حايل عندك شوية كي ميول ولا كيفاش يقولوها معنى اللي هو. لا مش صحيح، وإنما الأخرين أخذوهم حبتهم من الأول. هي مو الأخرين ديما هو الدلول يلم الكل. لا يا اخو الباي الاخراني اللي بقى، اما الاولانيين سبقوه وقت اليوم مش موجود، هما حازوا المحبه وتغش عليه كيس عاد. ككل والد مع اولاده يحب لهم الخير لازم يتغش معاهم، يكون صارم في بعض الاحيان ورحيم في احيان اخرى. وعلى كل حال اولادنا امتدادنا وعزنا فيهم ومستقبل تونس في شبابها وفي فتياتها. يتضربوا كي يعمل حاجه هكا ولا هكا؟ لا ضرب لا، خاطرني حسب ما نعرف مرة أنت سعد فتيح شريت له سبيدري ب 500 دينار مشى يكور به في تكويرة روح به مقطع، حسب ما قالوا لي شيخته مرتديت. لا أنا نهارتها يلزمني أنا ناكل طريحة إذا كان نشري له سبيدري ب 500. شريت له سبيدري مش هو يكور به في المنزكات نعطيك البلاصة زادة. بالله مرة عملت الباك نتاعو يمكن زد زيرو يا خويا. سبيدري ب 50 إيه كون شريت له سبيدري مضروب وقلت له شريت له ب 400 عاد حاجة أخرى هذيك. إي ممكن ممكن لا نعمل هذيك نعملها. صار عندك فازات هذوما تقبل فيه؟ ما يلزم شويه تفشفيش. قاعد على ولدك تفشفش؟ الله غالب وقت اللي تبدا اليد قصيره يلزم نفشفشو. انت ما في حالكش تخولوا سبيدري وقت تاع 400؟ الحال حل الله ولبس علينا والحمد لله، عايشين كيف الناس واقل من الناس وخير من الناس. انا صاير فيا سي عبد الفتاح كي نحكي لك حكايتي. لطف عليك وليدي. هذاك علاش حاصريني بطاوله؟ شطر له ثاني ما ملبسيني شيء، هذاك علي هكاك محسوب. يا عاد هذا اللي يخصك، أتو نوصي لك على زوز فط جدد وتخرج لاباس بقدرة الله. عليه طيب أنا سعد الفتيح. لا بلا قلع هو المطلوب. يكاو كمل لي كاسة في يدي وكاو. المطلوب السترة يا وليدي، المطلوب السترة. ودخل لي مكان اللي يقول يخرج حمام نسيب باش يبدا هذاك اللي مازالها. وأنت والجبة اش عامل بيها انت؟ ما هي سترتك الحال يا ولدي. ايه جبة لبستها اليوم سبيسيالمون ليك انت، اما بعد مع الشادي اللي عارفينه باش نعمل له انترفيو بجبة. لا صحيح عندك حق. يوم ما لقيتش يلبس لشعره. لا 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 سامحني الشادي اللي نفدك عليك. به
كيف منو؟ ولا نلبسك نتاع الحصان الوحشي هذيك اللبسه. بيه اوكي تنحكي من بعد شادي، من بعد احكي لي على الامور نتاعك. سي عبد الفتيح. اه سيدي. عندنا ليك كادو سبيسيال اليوم حضرناه لك سبيسيالمون ليك انت، ما تخافش مشي كاميرا كاشي وكفازيت هذيك والطياره والجو هذاك ما تخافش. باش نعطوك حاجه وما تخافش مشوا في وصفه ثعبان. كودو مزيان. سيد المخرج قولوا يعطينا كودو. اون بليس كادو اللي شو مدوه لك نعرفوك تحبوا على الاخر على الاخر. شكرا. اش نعمل بيه؟ طب بالله سال فتيح سال فتيح سال فتيح طب مدينا لك صندوق تقول لي شنو باش نعملوا بيه؟ باش تاكلوا مو حلو. مزي 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 على كل حال نشكرك نشكر الهديه لانك عرفت مراميه وميولي وميول اولادي لكن احرجتني مع الافريقي وكان المفروض في موقعي هذا تهدي لي مع الترجي الافريقي لان نحبهم الاثنين. أشاد لي ريض أشاد لي ريض أشاد لي مش لابسينك مكرورة اسكت أشاد لي تي مريول أنت لازمك زربية بجي قدك بالله يختاني عام سيد المخرج سيد المخرج أبعث لي على باراشوت أحمر واصفر خلي لبسوني أشاد لي عارفيني بيه سي عبد الفتيح نرجع تو تو أنت ولد دوب سبيقة ونعرفوك عندك ميولات أنت مش أنت تموت على الاسبرانس ربي يحييها ويشد فيها وهذا فريق عريق وطني ركز الوطنية في تونس وركز فينا محبة الحياة فريق الكرة مش تفدليك فريق الكرة نضال من أجل مستقبل أحسن وشبابنا عندما ينضوي تحت هذه اللافتات يحقق وجوده وكيانه وطنيته الترجي من شمل مرسي 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 سي عبد الفتيح بالله يقول لي سعد فتيح كنت تمشي للاستاد قبل مش ياس نصورك شو قاعد فيراج خاطر الجبه تقلق في الفيراج لا انا ما اذا كان تحكي لي على فتره الشباب انا كنت نلبس بسوري بخلاف الجبه نلبس بسوري ونمشي وندور ونعكل حمرا وصفرا وقت اللي وليت في الجامعه وليت نلبس الجبه بشكل منتظم اما قبل كنت نلبس عادي كيف شباب امثالي ونمشي للكرة ونصفق ونلعب كرة الحوم كرة الحوم شو البارتيات اللي قاعدوا كيف في الذاكرة تاعك كي ديربي بارتي كوب لفريك انا ما حاش من ذهني تألق تونس في المكسيك كانوا يقولوا الاسبرانس وي في الارجنتين في الارجنتين تألق تونس في الارجنتين لم يمحي من ذهني خي بليش اللي عارفه خالد حسني انت وني قاعد تصلح له اي صحيح صحيح هذاك سبق لسان اي سبق لسان وين تفرجت فيه الماتش هذاك نتاع الارجنتين هذاك؟ لا لا ما تفرجتش فيه كنت شمي وقت مازلت عند الحماس انت وقت بالله يختاري به انا تفرجت فيه في كارتاج سانك كارتاج سانك شنو اوتيل هذا؟ لا تلفزه كانت وقتها عندنا كارتاج سانك في بالي كارتاج سانك ابيض وكحلي نعم ابيض وكحل وكيفاش تفرقوا بين تونس وبين المكسيك بعد ما ابيض وكحل بالدقازة ندقزوا على كل حال احنا عاصرنا تونس وهي تنمو وهي تبني وهي تشيد ونحب شبابي اليوم اللي يعيشوا في 2016 يدركوا ان تونس ما وصلت للحال هذا الا اللي كونوا فما ناس في اول الاستقلال تعبوا وتعذبوا انا شاب صغير وطفل صغير وشهدت الرعيل الاول من قيادات تونس السياسيه
والاقتصادية والاجتماعية والفنية والتربوية والرياضية. كيفاش بنات تونس؟ بناتها بلا شيء، تقشر بالعظم باش بنات تونس. سعد فتيح بلي عندي سؤال، توا في المجلس عندنا جميعا كشخين زادة ولا معروفين مش معروفين؟ اي موجود موجود، لكن احنا ما حبيناش نضيفوا الى الخلاف السياسي الموجود في المجلس، نكملوا ندخلوا الكره غادي اتخذت ما عادش ندخل المجلس. علاش ما تعملوش كتله مثلا نتاع كشخين، كتله نتاع كلوبيستيه، كتله نتاع جماعه الاتوال، كتله نتاع سي اس اس؟ اي ممكن نفكروا في الدوره القادمه ان شاء الله. طيب محمد الناصر نعرفوا ايتواليست، سمير ديلو حب الكلوب. اي ممكن، لا عندنا ما يكون ثلاثة ولا أربعة فرق نتاع نتاع رياضة. ولونا لحد كوروا علاش ليه؟ اي ممكن ممكن. حتى نكروا لكم باركينغ هنا نتاع تسعة وكوروا فيه. لا ما يحتاج تكرينا، نكريو لأرواحنا أخوي. احنا الساحة الدخلانية في وسط البرلمان تكفينا باش نعملوا طرح باهي. اي سامي عبو جيبوها تشد جول هذيك مع جمعية الكل. اي ما فيها بس. ممتاز. سي عبد الفتاح حبيت في النهاية نقول لك ميرسي بوكو، شكرا جزيلا على تلبيه هذه الدعوه اللي من عندي انا، وشكرا كذلك لسيفيل بسني جبه هذيا. سي عبد الفتاح نورتنا اليوم في استوديو. سي عبد الفتاح مورو بالله قبل ما تخرج من الميسيون تاعي نحب ناخذ من عندك بزو، ومن بعد نقول لكم نمشوا ببليسيتي ثم نواصل. بالصح حنا نعطيني بزو بوسه. سي عبد الفتاح والله فمك كبير ياسر، ما عرفش منين تبدا. بوسه في خدي، بوسه في خدي، بوسه في خدي. بسم الله الفتاح، بسم الله الفتاح، بسم الله الفتاح. على هذه البوسه الجميله حنين نحب نقول لكم نمشوا بلوسيتي ثم نعود مع شادلي عرفي.